بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام أحمد بن تيمية الحراني رحمه الله. الدرس الأول. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مجيدا. أما بعد، فهذا اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة أهل السنة والجماعة، وهو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت والإيمان بالقدر خيره وشره. ومن الإيمان بالله الحمد لله رب العالمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: الحمد لله الذي أرسل أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وإقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، هذا اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة أهل السنة والجماعة، وهو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت والإيمان بالقدر خير وشر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. وبعد، بد أن تحفظ هذه الرسالة، هذه العقيدة، وهي سهلة ولله الحمد ميسورة. طلب العلم لابد فيه من تعب والحفظ صبر. إذا كان على أحد منكم مشقة في الحفظ، هذا شيء لابد منه، مع أني ما أظن فيه مشقة إن شاء الله. أما موضوع الدرس في هذه الجلسة والجلسات المستقبلة إن شاء الله، فهو في العقيدة الواسطية شيخ الإسلام ابن تيمية. شيخ الإسلام ابن تيمية إمام جليل ومجدد، وهو الإمام تقي الدين أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام ابن تيمية الحراني الحنبلي. ولد في أرض حران من بلاد الشام، ولما يعني شب وميز أخذ يطلب العلم على والده عبد الحليم، وكان والده إماما جليلا، وجده أبو البركات مجد الدين ابن تيمية الإمام الجليل الذي له المؤلفات الشهيرة، منها المنتقى الأحاديث حديث الأحكام الذي شرح عليه الشوكاني ليل الأوطار، وله كتاب المحرر في الفقه، وله غير ذلك من المؤلفات، وهو يعتبر من أئمة المذهب الكبار، وكذلك أعمام الشيخ فيهم علماء، فهو من بيت علم. بدأ الدراسة بصغره على والده، وحفظ القرآن وهو صغير، ثم غزا التتار بلاد المسلمين، والتتار طائفة من المشرق، من بادية المشرق، كانوا غلاظا جفاة كفرة، غزوا بلاد المسلمين وأسقطوا دولة المسلمين في بغداد، قتلوا الخليفة وقتلوا كثيرا من العلماء، ومزقوا الكتب وألقوها في نهر دجلة، وقتلوا ألوفا مؤلفة من المسلمين، ثم زحفوا إلى بلاد الشام، وحصل على المسلمين فتن عظيمة ومحن. فانتقل والد الشيخ بأسرته ومنهم ابنه أحمد، انتقل بهم من أرض حران إلى دمشق بسبب الفتنة وما أصابهم من التتار من القهر والظلم والقتل، رحلوا إلى دمشق. وكان الشيخ شابا صغيرا، ولكنه كان متوقد الذكاء والفطنة والحفظ. لما قدم به إلى دمشق، وكانت دمشق تغص بالأئمة والعلماء في الحديث التفسير والفقه والعربية وغير ذلك، تفلمذ الشيخ على علماء دمشق وأخذ عنهم وهو صغير، وتأهل للفتوى وهو لم يبلغ 20 من عمره. ثم شهد له
مشايخه الصين والعلم، وكان آية في الحفظ والذكاء والفطنة والإلمام بما يسمع وما يقرأ، حتى فاق الأقران وهو شاب، وجلس للتدريس والتأليف وهو شاب لم يتجاوز 20 من عمره. ثم توالت غزوات التتار على بلاد المسلمين، وكان للشيخ فيها مقام في الدفاع عن المسلمين، حمل السيف وخاض المعركة وجاهد في سبيل الله، وكان ينصح المسلمين وقادة الجيش في الصبر والثبات، حتى قوى من عزمهم وشد من أجرهم، فانتصروا على التتار في مواقع كثيرة بسبب أن الشيخ رحمه الله كان يحدثهم ويعظهم ويذكرهم ويشجعهم على الجهاد في سبيل الله، ولا يكتفي بالقول بل كان يؤيد ذلك بالفعل، فكان يحمل السلاح ويدخل المعركة ويقاتل في سبيل الله، كان بطلا من الأبطال في القتال. ثم إنه لما كان عصره أيضا يعج بالبدع والخرافات القبورية الصوفية بل والمعتزلة الجهمية ومشتقاتهم من سائر الفرق، فإن الشيخ رحمه الله قام بالدفاع عن العقيدة وعن منهج السلف ومذهب السلف، ودرس وألف في ذلك رسائل وفتاوى ومؤلفات جميلة، ربما تزيد على 400 مجلد مؤلفاته أو أكثر. ويكفيكم الآن أنه لما جمع الموجود من فتاواه بلغ 35 مجلدا، ورده على الرافضة في منهاج السنة، ورده على الرازي في تأسيس التقديس، ورده على علماء الكلام في درء تعارض العقل والنقل، ورده على النصارى الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح، وغير ذلك من الكتب الضخمة المهمة جدا. ولما رأى خصومه أنهم لا طاقة لهم بمجادلته والرد عليه، كان يتغلب عليهم بالحجة والبرهان، فإنه كان يعرف من مذاهبهم ما لا يعرفونه هم، يعرف يعني من مذاهب أئمتهم ومن سبقهم ما لا يعرفونه هم. ولما رأوا أنهم لا يستطيعون الوقوف في وجهه وشوا به إلى سلاطين، اتهموه بأنه يخرج عن منهج السلف وعن الإجماع، يخرق الإجماع وأنه فعقد السلاطين المناظرة، عقدوا بينهم وبينهم مناظرات، وتغلب عليهم خصمهم خلجهم في الحجة والبرهان. لما رأوا أنهم أيضا لم يفلحوا في هذه الطريقة والمشايخ، أغروا بعض السلاطين بحبسه وسجنه، فسجن رحمه الله، ثم أطلق ثم سجن، ومات بالسجن رحمه الله. ولكن ما زاده ذلك إلا ثباتا وتعلقا، ومؤلفاته انتشرت بأيدي الناس، قرأوها وعرفوا الحق فيها، وفي كل عصر يظهر له من المؤلفات والرسائل ما يفرح المسلمون بالظفر به، حتى جاء عصرنا هذا، عصر المطابع وعصر النشر، فكانت كتب الشيخ رحمه الله بالمنزلة الرفيعة عند المسلمين، ولم يستطيع خصومه النيل منها أو الرد عليها، بل تغلبت عليهم ولله الحمد، وصارت منارا بأيدي طلبة العلم والحريصين على السنة ومنهج السلف، ولا تزال ولله الحمد ظاهرة على غيرها. وأما خصومه فانطفأ نورهم وخمد ذكرهم وبارت مؤلفاتهم، لأن هذه سنة الله سبحانه وتعالى أن الحق لا يغلب وأن الحق يظهر، ولو امتحن في بعض الأوقات
فإنه يظهر على الباطل. ومن جملة رسائله هذه الرسالة، رسالة العقيدة الواسطية، عقيدة الواسطية، حين سميت بهذا الاسم لأنه كتبها جوابا لرجل من أهل واسط البلد المعروفة في العراق. سميت واسط لأنها متوسطة بين البصرة والكوفة، بناها الحجاج بن يوسف الثقفي لما كان أميرا على العراق، وسميت ببلدة واسط لتوسطها بين الكوفة والبصرة. وقيل سميت بالواسطية لأنها تبين أن مذهب السلف هو الوسط، مذهب السلف هو الوسط بين المقالات والمذاهب الضالة والمنحرفة. وما قال عن أهل السنة أنه وسط في أسماء الله وصفاته بين المعطلة والمشبهة، وفي باب الأسماء أسماء الإيمان والدين بين الخوارج والمعتزلة وبين المرجئة، وفي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بين النواصب والخوارج وبين الرافضة، فهم وسط في هذه الأبواب. فما يأتي كل هذا ذكره في أثناء هذه العقيدة، يقول وهم وسط في كذا، وهم وسط في كذا، وهم وسط في كذا. فلذلك سميت بالواسطية لأنها بينت وسطية مذهب السلف، مذهب أهل السنة والجماعة بين المذاهب المخالفة. وقد اشتملت هذه العقيدة على الأبواب التي يذكرها العلماء في العقيدة، اشتملت على بيان أسماء الله وصفاته وما يجب نحوها، وبيان كلام الله سبحانه وتعالى وما يجب اعتقاده فيه، وفي أصحاب الكبائر من المسلمين وما يقال فيهم وما ينفى عنهم إلى آخره. فهي مشتملة في القدر كذلك، في القدر وما يجب اعتقاده في قدر الله سبحانه وتعالى، وفي صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وما يجب اعتقاده في حقهم، وفي أهل البيت وما يجب اعتقاده في حقهم، وفي كرامات الأولياء وما يجب اعتقاده فيها، وفي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ومذهب أهل السنة والجماعة فيه. ثم ختمها ببيان صفات أهل السنة والجماعة ومناقب أهل السنة والجماعة، فهي عقيدة حافلة على اختصارها ووجازتها، وكان العلماء يهتمون بها ويدرسونها ويحفظونها ويدرسونها في المساجد. وقوله رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. ابتدأ هذه الرسالة ببسم الله الرحمن الرحيم، لأن الابتداء ببسم الله الرحمن الرحيم في الرسائل والكتب وفي جميع الأمور، في جميع الأمور تبدأ ببسم الله الرحمن الرحيم، لأن الله سبحانه وتعالى بدأ بها كتابه الكريم، وبدأ بها كل سورة من القرآن ما عدا براءة. وكذلك الأنبياء عليهم الصلاة والسلام كانوا يبدأون في بسم الله الرحمن الرحيم. هذا سليمان عليه الصلاة والسلام لما كتب الرسالة إلى ملكة سبأ اليمن بدأ ببسم الله الرحمن الرحيم، ولهذا تقول ملكة سبأ لما أخبرت جندها وقومها قالت: يا أيها الملأ، إني ألقي إلي كتاب كريم، إنه من سليمان
وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. بدأ رسالته عليه الصلاة والسلام ببسم الله الرحمن الرحيم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يبدأ بها في خطبه وفي حديثه وفي رسائله. كان صلى الله عليه وسلم يبدأ ببسم الله الرحمن الرحيم. وقال صلى الله عليه وسلم كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله الرحمن الرحيم فهو أبتر، أي ناقص البركة. البداء ببسم الله الرحمن الرحيم في المؤلفات والرسائل وفي جميع الأمور سنة، على الأكل، على الذبيحة، على عند دخول البيت، عند دخول المسجد سنة البداء بها. ولذلك كان المسلمون يسيرون على هذا المنهج، يبدأون ببسم الله الرحمن الرحيم جميع أمورهم. أما الكفار ومن قلدهم وتشبه بهم من جهلة المسلمين فإنهم لا يبدأون ببسم الله الرحمن الرحيم في كتبهم، فرونها علامة بارزة في كتبهم. كل من يتشبه بالكفار فإنه لا يبدأ ببسم الله الرحمن الرحيم، أما المسلمون فإنهم يبدأون بها ويلتزمون ذلك عملا بالسنة. بسم الله الباء حرف جر واسم مجرور بالباء، والجار والمجرور تعلقان بمحذوف تقديره أبتدئ بسم الله، أو أستعين بسم الله. والاسم هو ما دل على المسمى، مأخوذ من السمو وهو الارتفاع، وطيل من السمة وهي العلامة، وهو ما دل على المسمى. واسم الله أي جميع أسماء الله سبحانه وتعالى، لأن الاسم المفرد إذا أضيف فإنه يعم. وقوله بسم الله أي أبتدي بكل اسم من أسماء الله سبحانه وتعالى. وأسماء الله جل وعلا كثيرة لا تحصى، لا يحصوها إلا الله، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. فقوله بسم الله أبتدي بكل اسم لله عز وجل. والله هذا لفظ الجلالة، الله معناه بالألوهية والعبودية، لأن الإله معناه المعبود، من أله يأله إذا عبد، والآلهة هي المعبودة، وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، أي هو المعبود سبحانه وتعالى والمستحق للعبادة في السماء وفي الأرض. العبادة لا تصلح إلا له سبحانه وتعالى، فالله معناه المعبود. وهذا الاسم لا يسمى به غيره سبحانه وتعالى، لا يسمى أحد بهذا الاسم إلا الله سبحانه وتعالى، ولا أحد تسمى به من الخلق، حتى الجبابرة والكفرة ما تسمى، ما أحد منهم قال أنا الله، لا يجرؤ أحد على أن يتسمى بهذا الاسم، لأنه لا يسمى به إلا الله جل وعلا. ولهذا فرعون ما قال أنا الله، قال أنا رب، أنا ربكم الأعلى، ما قال أنا الله، مع كفره وعناده وجحوده. الرحمن الرحيم اسمان مشتقان من الرحمة، والرحمة صفة من صفات الله سبحانه وتعالى، من صفاته سبحانه الرحمة التي وسعت كل شيء. قال تعالى ورحمتي وسعت كل شيء، وهي صفة تليق به سبحانه وتعالى، لا تشبه رحمة في المخلوق، مخلوق أيضا يوصف بالرحمة، ولكن لا تشبه رحمة المخلوق رحمة الخالق سبحانه وتعالى. فالرحمن اسم مشتق من الرحمة، وكذلك الرحيم. والفرق بينهما أن الرحمن رحمة عامة لجميع المخلوقات، أما الرحيم فإنه رحمة خاصة بالمؤمنين، كما قال تعالى وكان بالمؤمنين رحيما. وأيضا الرحمن لا يسمى به غير الله سبحانه،
وأما الرحيم فيسمى به المخلوق كما قال تعالى بالمؤمنين يعني الرسول صلى الله عليه وسلم: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فالمخلوق يسمى رحيما لكنها رحمة تليق به، والله يسمى رحيما. أما الرحمن فلا أحد يسمى به غير الله جل وعلا، اسم خاص لله عز وجل. ثم قال الحمد لله، بدأ أيضا رسالته بالحمد لله، وهذا أيضا من الآداب الشرعية، بدأت الأمور بالحمد لله ولا سيما المؤلفات. والله جل وعلا بدأ كتابه الكريم بالحمد لله رب العالمين، بدأه الحمد لله رب العالمين. وكذلك يستحب أن تبدأ الكتب والرسائل والمؤلفات الحمد لله رب العالمين. وقد جاء في الحديث أيضا كل أمر لا يبدأ فيه بالحمد لله فهو أكثر. والجمع بين الروايتين أن الابتداء بسم الله بداية حقيقية، والابتداء بالحمد لله بداية نسبية. البداية المطلقة بسم الله الرحمن الرحيم، البداية الإضافية الحمد لله رب العالمين. فيبدأ بهما كل الأمور، بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله. والحمد معناه الثناء على الله سبحانه وتعالى، الحمد معناه الثناء أي يثني على الله. الله جل وعلا يثنى عليه لذاته ولأسمائه وصفاته وأفعاله، فهو المحمود بكل حال سبحانه وتعالى، يحمد لذاته ويحمد لأسمائه وصفاته ويحمد لأفعاله سبحانه وتعالى، بمعنى يثنى عليه شر على نعمه وإحسانه، لأنه ما بالعباد من نعمة إلا وهي منه سبحانه وتعالى، فهو مستحق للحمد والشكر. وأل في الحمد للاستغراق، أي جميع المحامد، جميع المحامد لله سبحانه وتعالى، هو الذي يستحقها. الحمد المطلق ما يستحقه إلا الله سبحانه وتعالى. أما المخلوق فإنه يحمد بحسب ما فيه أو ما حصل منه من الخير، لكنه حمد غير مطلق. أما الحمد المطلق فهو لله جل وعلا، لأنه هو المنعم بجميع النعم الظاهرة والباطنة الخاصة والعامة. فكما أن النعم كلها منه فكذلك الحمد كله له سبحانه وتعالى. الذي أرسل رسوله هذا من نعمه سبحانه وتعالى، هذا من نعمه التي يحمد عليها، وهو إرسال هذا الرسول هذا أعظم النعم التي يحمد عليها سبحانه وتعالى، لأنه بإرسال هذا الرسول بين الهدى من الضلال والحق من الباطل، وهدى الله به من شاء من خلقه، وأقام الحجة على المعاندين. فنعمة بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم هي أعظم النعم، ولهذا خصها المؤلف بالذكر الذي أرسل رسوله، الحمد لله على كل حال. ومن أعظم ذلك إرسال الرسول صلى الله عليه وسلم، الذي أرسل رسوله يعني محمد صلى الله عليه وسلم، وكذلك جميع الرسل عليهم الصلاة والسلام، فإن إرسالهم نعمة من الله على البشرية. أرسل رسوله، والرسول من بعث برسالة، الرسول هو من بعث برسالة. تقول رسول الله أو تقول رسول فلان أو رسول السلطان، كل من بعث بمهمة فإنه يقال له رسول من حيث اللغة. أما الرسول في الاصطلاح الشرعي فهو كما عرفه أهل العلم، الرسول هو من أوحي إليه بشريعة وأمر بتبليغها، هذا هو الرسول، من أوحي إليه بشريعة وأمر بتبليغها
أما النبي فهو من أوحي إليه بشريعة ولم يؤمر بتبليغه، بمعنى أنه لم يؤمر بإلزام الناس بها وجهادهم عليها وقتل من لم يقبلها، على إنما هو للرسل. أما الأنبياء فإنهم يوحى إليهم ولكنهم لم يؤمروا بإلزام الناس والقتال، قتال الناس حتى يقبلوا منهم، لكنهم يبلغون ويرشدون ويعلمون الناس كأنبياء بني إسرائيل، أنبياء بني إسرائيل. وأيضا النبي يوحى إليه بشريعة، أما الرسول، الرسول يوحى إليه بشريعة، شريعة خاصة، أما النبي فإنه يبعث بشريعة من قبل، يبعث بشريعة من قبل مثل أنبياء بني إسرائيل، إنما أمروا باتباع موسى عليه الصلاة والسلام، اتباع التوراة، اتباع التوراة التي أنزلها الله على موسى. أما الرسول فإنه يوحى إليه بشريعة مستقلة، ولا يعني، ولهذا يقول سبحانه وتعالى: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. والرسل كثيرون لا يعلم عددهم إلا الله سبحانه وتعالى، لكن جاء في حديث رواه أبو ذر أن عدد الأنبياء 100,000، 124,000، وأن عدد الرسل منهم 314، عدد الرسل 314. قالوا هذا عدد أهل بدر، بمقدار عدد أهل بدر 314، هذا ورد في حديث عند أبي ذر ولا بأس به عند أهل العلم سنده، ولكن أسماءهم لا نعلم منها إلا ما ذكره الله سبحانه وتعالى في كتابه. وهناك أنبياء لم يذكر الله لنا أسماءهم، قال تعالى: ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك. فهناك أنبياء ذكر الله لنا أسماءهم في القرآن الكريم، كما في سورة الأنعام، في قوله سبحانه وتعالى: وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم. وهبنا له إسحاق ويعقوب كلًا هدينا، ونوحا هدينا من قبل من ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون، كذلك نجد المحسنين، زكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين، وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا، وكلًا فضلنا على العالمين. هؤلاء ذكر الله أسماءهم، ذكر الله أسماءهم. فنحن نؤمن بجميع الأنبياء والمرسلين، من سمى الله منهم ومن لم يسمى منهم، هذا ركن من أركان الإيمان لا بد منه. أرسل رسوله بالهدى، بالهدى ودين الحق، كما قال تعالى: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون، في سورة التوبة وفي سورة الصف. أرسل رسوله بالهدى ودين الحق، الهدى هو العلم النافع، ودين الحق هو العمل الصالح، فالله أرسل رسوله بالعلم النافع والعمل الصالح، وهما قرينان لا يفترقان، العلم النافع والعمل الصالح قرينان لا يفترقان. والهدى انقسم إلى قسمين: النوع الأول هدى الدلالة والإرشاد، وهذا يستطيعه الرسول وكل داعية أن يدل وأن يرشد وأن يدعو إلى الله ويبين، هداية الدلالة والإرشاد يستطيعها الرسول صلى الله عليه وسلم، يستطيعها غيره من الدعاة إلى الحق. قال تعالى: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. قال تعالى: وأما ثمود فهديناهم، يعني دللناهم وأرشدناهم وبينا لهم. النوع الثاني دلالة التوفيق، دلالة التوفيق والقبول، وهذه لا يقدر عليها إلا الله سبحانه وتعالى، ولهذا قال الله لنبيه صلى الله عليه وسلم: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء.
والمراد بالهداية هنا هداية التوفيق والقبول والإيمان القلوب، هذه لا يقدر عليها إلا الله سبحانه وتعالى. أما دلالة الإرشاد والبيان والتوضيح فهذه يستطيعها الرسول وكل من سار على نهجه. قال صلى الله عليه وسلم: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم في الهدى. ودين الحق عرفنا هو العمل والعمل الصالح، وقرن الله بينهما لأنه لا بد منهما جميعا، فلا ينفع العلم بدون عمل ولا ينفع العمل بدون علم، لا بد من اقترانهما بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، ليظهره يعني ليعلي دين هذا الرسول على سائر الأديان التي كانت في الأرض وقت بعثته صلى الله عليه وسلم. لأن الأرض وقت بعثته صلى الله عليه وسلم كانت تعد بالديانات المختلفة: يهودية، نصرانية، المجوسية، الوثنية، إلى غير ذلك من الديانات المتفرقة. فالله أرسل هذا الرسول ووعد، وعد سبحانه أن دينه سيظهر ويغلب على سائر الأديان، فقد تحقق وعد الله سبحانه وتعالى، فانتشر هذا الدين وظهر على سائر الأديان، وسقطت دولة الفرس ودولة الروم، وسقطت سائر الديانات، وظهر دين الإسلام في مشارق الأرض ومغاربها، من أقصى المشرق إلى أقصى المغرب، ومن أقصى الجنوب إلى أقصى الشمال، وذلك بواسطة الفتوحات والدعوة إلى الله عز وجل. فظهر هذا الدين ولا يزال يظهر ويتألق على سائر الأديان إذا حمله أهله حملا صحيحا وبلغوه وجاهدوا في سبيله ليظهره على الدين كله. الدين يطلق ويراد به الجزاء والحساب، كما قال تعالى: أرأيت الذي يكذب بالدين، يعني ذي جزاء والحساب. قال سبحانه وتعالى: مالك يوم الدين. يوم الدين يعني يوم القيامة، ثم يوم الدين لأنه فيه الجزاء والحساب والإبالة للإنسان بعمله. فيطلق الدين ويراد به العبادة والذل والخضوع، وهذا هو المقصود هنا، هذا هو المقصود هنا، كما قال سبحانه: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. الدين هنا المراد به العبادة والذل والخضوع لله عز وجل. وكفى بالله شهيدا، كفى بالله شهيدا، شهيدا على صحة رسالته صلى الله عليه وسلم، فإن الله شهد له بذلك أنه رسوله. الله جل وعلا شهد أنه رسوله: إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. هذه شهادة من الله له بالرسالة: يا أيها الرسول، يا أيها النبي. هذه شهادة من الله، من حيث إنه جل وعلا يطلع عليه ويقره على قوله إني رسول الله. الرسول يقول للناس إني رسول الله ويقاتلهم على ذلك إن لم يتبعوه، والله يطلع. فلو كان كاذبا على الله لما أمهله، لأنه جل وعلا لا يمهل الجبابرة والطغاة والعتاة والكذابين، لا يمهلهم. فكون الله جل وعلا أقره على ذلك وأمهله ونصره وأيده واستمرت رسالته، هذه شهادة من الله جل وعلا على صحة رسالة هذا الرسول. قال تعالى: ولو تطول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين وما منكم من أحد عنه حاجزين. فإقرار الله له وهو يدعو الناس ويقول: أنا رسول الله إليكم،
ويقاتلهم على ذلك، وتأييد الله له ونصره له هذا دليل وشهادة من الله على رسالته صلى الله عليه وسلم. فقوله جل وعلا وكفى بالله شهيدا، أي شاهدا ومشاهدا، لأنه يراه ويعلمه سبحانه وتعالى. والشهيد مطلق ويراد به الحاضر الذي يرى ويسمع ويبصر سبحانه وتعالى ما يفعله عبده، فهو شهيد وشاهد. وما تتلو منه من القرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إن تفيضون فيه. وما يعجب عن ربك من مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. وكفى بالله شهيدا، أصله وكفى الله شهيدا، كفى الله شهيدا. ثم زيدت الباء لأجل التأكيد، لأجل التأكيد بالله، الباء جاءت لأجل التأكيد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. كذلك من آداب الكلام والتأليف والخطاب من آدابها أنه بعد أن يحمد الله عز وجل فإنه يأتي بالشهادتين، إذا أراد أن يخطب، إذا أراد أن يتحدث، إذا أراد أن يكتب رسالة أو مؤلف من المؤلفات فإنه يأتي بعد الحمد يأتي بالشهادتين. هذا من آداب الكلام والتأليف والحديث. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد معناها أقر وأعترف، أقر وأعترف وأعلن، أقر وأعترف وأعلن أن لا إله إلا الله، أن يخفف من الثقيلة، الأصل أن ثم خففت وصارت أن. لا إله إلا الله هذه كلمة التوحيد، لا إله إلا الله هي كلمة التوحيد وكلمة الإخلاص، وتشتمل على ركنين: النفي والإثبات. نفي الألوهية عما سوى الله وإثباتها لله سبحانه وتعالى، ولا من أخوات إلا تحتاج إلى اسم وخبر، اسمها إلها وخبرها محذوف، تقديره لا إله حق، لا إله حق أي لا معبود بحق إلا الله سبحانه وتعالى. أما من يقدر الخبر لا إله موجود هذا خطأ فاضح، خطأ فاضح، لأن معناه كل المعبودات هي الله الموجودة، لكن ما جئت حق انتفى كل ما سوى الله سبحانه وتعالى من المعبودات. وإلا هناك معبودات كثيرة موجودة، فكيف تقول لا إله موجود؟ يعني معناه كل المعبودات صارت هي الله، هذه وحدة الوجود، هذا باطل. لكن الإله الحق هو الله، وما عداه فهو باطل، كما قال تعالى: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. أن لا إله إلا الله، فهذه كلمة تشتمل على ركنين: نفي وإثبات. فإذا قيل لك ما هي أركان الشهادة لا إله إلا الله، تقول النفي والإثبات، أركانها اثنان: النفي والإثبات. إذا قيل لك ما هي شروط لا إله إلا الله، تقول سبعة: العلم واليقين والصدق والإخلاص والمحبة والانقياد والقبول، سبعة شروط. نظمها بعضهم بقوله: علم يقين وصدق وإخلاصك مع محبة وانقياد والقبول له، سبعة شروط. لا تنفع قائلها إلا بسبعة شروط لابد أن تتحقق: علم يقين وإخلاص وصدقك مع محبة وانقياد والقبول لها. وزاد بعضهم شرطا ثامنا: وزيد ثامنها الكفران بما سوى الإله من الأوثان قد أولها، الكفران بما عبد من دون الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وحده هذا تأكيد للإثبات، لا شريك له هذا تأكيد للنفي، فإن قلنا أنها تشتمل على نفي
وإثبات. فقوله وحده هذا تأكيد من إثبات، ولا شريك له هذا تأكيد من نفي لا إله، إقرارا به وتوحيدا، إقرارا أي اعترافا، أي أشهد هذه الشهادة اعترافا، فهو مفعول لأجله، منصوب على أنه مفعول لأجله، أي أشهد من أجل الاعتراف، من أجل الاعتراف. والتوحيد توحيد ما هو؟ هو إفراد الله جل وعلا بالعبادة. الغرض من هذه الشهادة هو الاعتراف والتوحيد، أي إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة. فليست لا إله إلا الله مجرد كلمة تقال باللسان، بل لا بد أن يصحبها الإقرار بالقلب، ويصحبها العمل وهو التوحيد وإفراد الله تعالى بالعبادة. وإلا تكون كلمة لا معنى لها ولا فائدة منها، مجرد اللفظ بدون إقرار وبدون عمل بمقتضاها لا يفيد صحيح، ولو كرر هذه الكلمة آلاف المرات. ليس المقصود منها مجرد اللفظ، هذا الغرض من قول الشيخ إقرارا به وتوحيدا، أي اعترافا بالقلب وعملا بالجوارح. ثم قال وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، شهادة الثانية، شهادتان لا بد منهما جميعا، لا تكفي شهادة لا إله إلا الله عن شهادة أن محمدا رسول الله، ولا تكفي شهادة أن محمدا رسول الله عن شهادة لا إله إلا الله، لا بد منهما جميعا. ولذلك جاء بهما المؤلف رحمه الله، وأشهد أن محمدا، أي أقر وأعترف وأخبر وأعلن أن محمدا، محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم القرشي، أن محمدا عبده، هذا اسمه عليه الصلاة والسلام محمد. قد جاء في القرآن في موضعين، في سورة محمد وآمنوا بما نزل على محمد، في سورة الأحزاب ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله خاتم النبيين، موضع ثالث في آل عمران وما محمد إلا رسول قد خلت من قبل الرسل. وجاء اسمه أحمد في سورة الصف، وإذ قال عيسى بن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض، وقال عيسى بن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول ياتي من بعدي اسمه أحمد، يعني محمد صلى الله عليه وسلم. فهو عليه الصلاة والسلام اسمه محمد واسمه أحمد، وله أسماء كثيرة عليه الصلاة والسلام، تجدونها في كتاب جلاء الأفهام للإمام ابن القيم، ذكر أسماء النبي صلى الله عليه وسلم الثابتة في الأحاديث وفي القرآن التوراة والإنجيل. قالوا اسمه في التوراة محمد واسمه في الإنجيل أحمد، وله أسماء عليه الصلاة والسلام جاءت في الأحاديث. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، ومعنى أشهد أن محمدا عبده ورسوله كما قال الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب في ثلاث نصوص، طاعته فيما أمر، تصديقه فيما أخبر، واجتناب ما نهى عنه وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع، هذا معنى شهادة أن محمدا رسول الله، طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر، واجتناب ما نهى عنه وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع، لا بد من هذه الأمور وإلا تكون الشهادة غير صحيحة. عبده ورسوله هذا أشرف المقامات، مقام الرسالة والعبودية أشرف المقامات. قال تعالى يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا، يعني محمد صلى الله عليه وسلم. قال تعالى وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا، يعني محمد صلى الله عليه وسلم، الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب، على عبده يعني محمد صلى الله عليه وسلم، وسمعوا رسولا يا أيها الرسول، وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، يا أيها النبي. فجاء وصفه في القرآن بالرسالة والعبودية وهما أشرف المقامات، عبد رسول. ففي قوله عبده هذا رد على الغلاة في حقه صلى الله عليه وسلم الذين رفعوه عن مقام العبودية إلى مقام الربوبية،
فصاروا يغلون في مدحه ويستغيثون به وهو ميت ويطلبون منه النجاة يوم القيامة ويطلبون منه الفرج من الشدائد إلى غير ذلك. هذا غلو، هذا رفع عن مقام العبودية إلى مقام الربوبية. قد قال صلى الله عليه وسلم: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، وقال: أنا محمد عبد الله ورسوله، ما أحب أن ترفعوني فوق منزلتي التي أنزلني الله عز وجل، كما مر بكم قريبا. وفي قوله ورسوله رد على الجفاة، على الجفاة في حقه صلى الله عليه وسلم، الذين يسيئون الأدب في حقه صلى الله عليه وسلم ويعصونه ويخالفون أمره أو ينكرون رسالته أو ينكرون رسالته ونبوته عليه الصلاة والسلام. فهاتان اللفظتان فيهما منع الإفراط والتفريط، الإفراط هو الغلو في حقه صلى الله عليه وسلم، والتفريط في حقه صلى الله عليه وسلم بمخالفته وعدم احترامه والتأدب معه. الرسول له حق عليه الصلاة والسلام، والله جل وعلا له حق. هناك حق خاص بالله، وهناك حق خاص بالرسول صلى الله عليه وسلم، وهناك حق مشترك بينهما. كما قال العلامة ابن القيم: لله حق ليس لغيره، ولعبده حق هما حقان، لا تجعل الحقين حقا واحدا من غير تمييز ولا فرقان. فالحق الخاص بالله هو العبودية، لا يعبد إلا الله سبحانه وتعالى، لا يعبد مع الله أحد، لا محمد ولا غيره، هذا الحق الخاص بالله عز وجل. الحق الخاص بالرسول صلى الله عليه وسلم هو الاتباع والتوقير والاحترام له صلى الله عليه وسلم، تعظيمه، هذا حق خاص بالرسول صلى الله عليه وسلم، يؤمن بالله ورسوله ويعزروه ويوقروه، يعزروه ويوقروه، هذا للرسول صلى الله عليه وسلم، ويسبحوه هذا لله سبحانه وتعالى. والحق المشترك هو الإيمان والمحبة، الإيمان يجب أن تؤمن بالله وتؤمن بالرسول صلى الله عليه وسلم، المحبة يجب أن تحب الله وأن تحب الرسول صلى الله عليه وسلم، الإيمان والمحبة والطاعة، يطاع الله جل وعلا ويطاع الرسول، وأطيع الله وأطيع الرسول، هذا مشترك، وطاعة الرسول طاعة لله، من يطع الرسول فقد أطاع الله، أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا. هذا أيضا من آداب، من آداب المؤلفات والرسائل والخطب والمحادثات، أن يصلى فيها على النبي صلى الله عليه وسلم، أولا الحمد لله، ثانيا الشهادتان، ثالثا الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه، صلى صلاة من الله جل وعلا، ثناؤه على عبده، ثناؤه على عبده في الملأ الأعلى، والصلاة من الملائكة الاستغفار، والصلاة من الآدميين الدعاء، هذا معنى صلى الله، أي أثنى الله عليه ومدحه في الملأ الأعلى، وعلى آله، الله الأذان حضر الآن، وعلى آله الآل الصحيح أن المراد بهم أتباعه على دينه، أتباعه على دينه من قرابته وغيرهم، هذا هو الصحيح، فهو لفظ عام، ولذلك لم يذكر الصحابة هنا لأنهم داخلون في آله، يعني في أتباعه، بل هم أولى من يدخل في آله عليه الصلاة والسلام، إذا بشر الآل بالأتباع. وقد يراد بالآل القرابة، قرابة الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن هنا المراد به الأتباع، سواء كانوا من قرابته أو من غيرهم، كلهم من آله، كما قال تعالى: ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون، أي أتباع فرعون، أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، أي أتباعه على دينه. الشيخ تقي الدين رحمه الله معنى كلامه يقول: في باب الزكاة المراد بالآل قرابة صلى الله عليه وسلم الذين لا تحل لهم الزكاة، أما في باب الدعاء والصلاة فالآل يشمل الأتباع كلهم، والمراد هنا هم الأتباع. وعلى آله وسلم تسليما كثيرا، سلم معطوف على صلى،
كلاهما فعل مضارع. وسلم معناه الدعاء له صلى الله عليه وسلم بالسلامة، الدعاء له بالسلامة من كل آفة ومن كل محذور. تسليما كثيرا، تسليما مصدر سلم لأجل التأكيد، وكثيرا كذلك صفة لتسليما، صفة لتسليما ونعت لتسليم. وسلم تسليما مزيدا، سلم تسليما مزيدا يعني زائدا متواترا كثيرا لا نهاية له، لأنه صلى الله عليه وسلم يستحق ذلك، يستحق الصلاة من الله والتسليم بدون حد عليه الصلاة والسلام. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، قوله تعالى إنك لا تهدي من أحببت، هل نزلت عن النبي صلى الله عليه وسلم في شأن عمه أبي طالب فقط أم لا؟ السبب سبب النزول، سبب النزول في عمه أبي طالب، أما لفظها فهو عام، لفظ الآية عام، والعبرة كما يقول أهل العلم العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. سببها في عمه أبي طالب لما كان يحرص صلى الله عليه وسلم على هدايته، ولما مات ولم يقبل الإيمان ومات على الكفر حزن النبي صلى الله عليه وسلم حزنا شديدا، وقال لا أستغفرن لك ما لم أنه عنك. فأنزل الله تعالى ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا من القربى، وأنزل في عمه إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، وهو أعلم بالمهتدين. الله جل وعلا أعلم في مواضع الهداية ومن يستحقها ومن لا يستحق. أبو طالب آثر النخوة الجاهلية ودين الآباء على دين الرسول صلى الله عليه وسلم، ما اعترافه بأنه حق، ولكن حمله الحمية الجاهلية لدين قريش ودين عبد المطلب على أن مات مشركا والعياذ بالله. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، ذكر الشارع السقاط على العقيدة الواسطية أن الفرق بين الرسول والنبي المشهور غلط، ولا يمكن أن يوحي الله إلى بشر ولا يأمره بالتبليغ، وما الفائدة من ذلك؟ ورجح القول الثاني الذي ذكرتم، فما توجيهكم حفظ الله؟ القول الثاني الذي ذكرنا معه، لما ذكرت قول ثاني؟ السقاط منه هذا؟ من هو الشارح الواسطية؟ السقاف؟ من هو السائل يعلمنا؟ من هو السقاف اللي شرح الواسطية؟ على كل حال، المراد بالتبليغ الأمر بالتبليغ، ما هو عدم الأمر بالدعوة إلى الله، الدعوة إلى الله، كل المأمور بالدعوة إلى الله، حتى العلماء مأمورون بالدعوة إلى الله، ولكن المراد بالتبليغ المراد به الإلزام والقتال عليه، القتال على هذا الشيء حتى يدخلوا فيه، هذا المراد بالأمر بالتبليغ، الإلزام والقتال على ذلك. فبعض الناس يتوهم أن المراد بالتبليغ عدم الأمر بالتبليغ أنه ما يبلغ ولا يدعو ولا يعلم الناس، لا هذا ما هو صحيح. هذا حتى الأنبياء مأمورون بالتعليم والدعوة إلى الله وتبليغ الخير للناس ونشر الدعوة، هذا مأمور به، لكن المراد الجهاد والإلزام. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يصح تقدير لا إله مستحق إلا الله؟ لا إله لا معبود، لا معبود بحق، لأن الإله معناه المعبود، لا معبود حق أو بحق إلا الله، هذا هو التقدير الصحيح. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، نسمع من البعض هذا الدعاء، الحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواه، فما رأيكم في ذلك؟ الله جل وعلا يحمد على كل شيء، لأن حتى المكروه يكون له عاقبة حميدة في حق المسلم، وإن كان يكره المسلم هذا الشيء فإن عاقبته حميدة، كما قال تعالى وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. قد يبتلى الإنسان بمرض يصير العاقبة حميدة، يتوب إلى الله ويستغفر ويرجع إلى الله، أو أن الله يكفر بهذا المرض خطاياه ويمنعه به عن شيء أشد من هذا. على كل حال، فالمكاره في حق المؤمن، المكاره في حق المؤمن عاقبتها خير، ولذلك يحمد عليها سبحانه وتعالى،
فإذا كان المراد من هذا الدعاء هو هذا أن المكاره في حق المؤمنين تكون خيرا لهم هذا معنى صحيح بلا شك. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما يصيب المؤمن من وصب ولا نصب حتى الشوكة يشافها إلا كفر الله بها خطاياه. ويقول عجبا للمؤمن إن عمره كله عجب إن أصابته سراء شكر عليها فكان ذلك خيرا له وإن أصابته ضراء فصبر عليها كان ذلك خيرا له وليس ذلك إلا للمؤمن. فالمكاره في حق المؤمنين تكون عواقبها حميدة يحمد عليها الله سبحانه وتعالى. وأيضا المكاره التي توقع بالمجرمين هي من الله جل وعلا رحمة لردعهم ومنعهم من العدوان وكفهم عن الظلم ولأجل نشر الأمن وقمع المجرمين والمفسدين هي رحمة من الله سبحانه وتعالى يحمد عليها وإن كانت مكروهة في حق المخلوقين لكنها في حق الله ليست مكروهة لأنها يعني عدل وجزاء. نعم وفقكم الله وما صحة هذه العبارة أحمد إليك الله؟ لا بأس بذلك عبارة ما هو أحمد إليك الله. نعم فضيلة الشيخ ما حكم قول فلان صلى الله عليه وسلم كان معناها والله أعلم أرسل إليك بحمد الله والثناء عليه. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله ما حكم قول فلان صلى الله عليه وسلم وجوب الصلاة والسلام على غير الأنبياء إن لم يتخذ شعارا؟ إذا اتخذ شعارا كما هو عند الشيعة هذا لا يجوز. أما إذا لم يتخذ شعارا وفعل بعض الأحيان لا مانع منه. قال صلى الله عليه وسلم اللهم صل على آل أبي أوفى وقال الله جل وعلا وصل عليه إن صلاتك سكن لهم أي ادعو لهم. نعم أقول فضيلة الشيخ وفقكم الله أرجو أن توضحوا لنا معنى الصلاة من الله والملائكة والناس. بينا صلاة من الله ثناؤه على عبده صلاة من الملائكة الاستغفار والصلاة من الآدميين الدعاء. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله الورد في تفسير قوله تعالى عن سج هل تعلم له سميا أنه لا يوجد من تسمى من الخلق بسم الله؟ لا هذا ما هو صحيح. هل تعلم له سميا يعني من يستحق اسمه من يستحق اسمه على الحقيقة. أما التسمي مجرد التسمي ما في مانع سمي بعض الخلق ببعض أسماء الله مثل الملك رؤوف رحيم أي من أسماء الله سبحانه وتعالى. فما هو المقصود أنه ما يسمى أحد بشيء من أسماء الله ولكن المقصود ما أحد يستحق أسماء الله على الحقيقة لا يشابه الله فيها وإن سمي بها فهو لا يشابه الله فيها. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله تقسيم بعض أهل العلم الهداية إلى ثلاثة أقسام قسمان التي ذكرتموهما وقسم قالوا إنه من الآية أعطى كل شيء خلقه ثم هدى فما رأي فضيلة من بهذا التقسيم؟ تقسيم هذا إلى ثلاثة قسمه إلى سبعة أقسام مذكورة الأقسام في سفر الهجرتين سفر الهجرتين طريق الهجرتين للإمام ابن القيم ذكر أن الهداية تنقسم إلى سبعة أقسام فيما أظن وأكثر وذكر لكل قسم شاهدا من القرآن. نعم ومنها أعطى كل شيء خلقه ثم هدى يعني دله إلى مصالحه ومنافعه. فضيلة الشيخ وفقكم الله ذكرتم حفظكم الله أن لفظ محمد ذكر في ثلاث مواضع وقد جاء في سورة الفتح أيضا في قوله محمد رسول الله ألا يعد وعد. نعم وعد وعد أنا ما كنت أحفظ كل الآيات وعد. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله ما هو اسم الكتاب الذي ذكرتموه ويشتمل على أسماء النبي صلى الله عليه وسلم؟ جلاء الأفهام والصلاة والسلام على خير الأنام جلاء الأفهام والصلاة والسلام على خير الأنام لابن القيم مطبوع متداول. نعم فضيلة الشيخ حفظكم الله هل تكون النبوة في النساء كما هو قول بعض العلماء؟ لا وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم ما كانت النبوة في النساء هذا نص القرآن الكريم. ومريم عليها الصلاة والسلام يقول الله جل وعلا وأمه صديقة أمه صديقة ما قال النبي. وأما قوله تعالى وأوحينا إلى أم موسى
المراد بالوحي هنا وحي الإلهام، مثل وأوحى ربك إلى النحل، يعني ألهمها، ألهمها هذا الشيء، وليس وحي التشريع. وحي التشريع هذا خاص بالأنبياء عليهم الصلاة والسلام. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، في قوله وكفى بالله شهيدا ذكرتم أن الباء زائدة في التأكيد. نعم، لغات العرب تجي فيها حروف تزاد من أجل التأكيد، ليست زائدة بدون فائدة، لا، لو كانت للتأكيد فصار لها فائدة في الكلام. نعم. وهذا في كلام الكلام على الزائد اللي ما له معنى أو ما له فائدة، ليس في القرآن شيء من هذا، ما هو شيء زائد إلا وله فائدة وله معنى، يعني زائدة على التركيب، زائدة على التركيب، لأن الأصل كفى الله شهيدا، الله فاعل كفى، ولكن جاءت الباء لتأكيد الشهادة، مثل ما من أحد وما من إله إلا الله، من هذه التأكيد، والأصل لا إله إلا الله. نعم، لا إله إلا الله، لكن جاءت منه التأكيد، تأكيد النفي. نعم. الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.